السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة تعلم مجانا. معكم محمود عزت. إن شاء الله النهاردة في الحلقة بتاعتنا اتعلمنا المرة اللي فاتت إزاي نصدر برنامج البروتوس، واتعلمنا كمان إن إحنا نضيف مكاتب زي مكتبة الأردوينو وزي الألتراسونيك زي بعض المكاتب التانية في برنامج البروتوس. هتلاقي اللينكات موجودة أسفل الفيديو، تقدر تتفرج عليهم من أول تاني. لو أنت فاهم الحاجات دي تقدر تعملها سكيب وتتابع معانا باقي الحلقات بتاعتنا. لو ما عملتش اشتراك اعمل اشتراك للقناة عشان يوصلك اجدد الفيديوهات. عندك تعليقات او في مشكلة معاك تقدر تعمل لنا كومنت اسفل الفيديو، ونحن وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت. هنيجي الفيديو النهاردة هنتعلم فيه ازاي نعمل دايرة، او هنعمل ديزاين لدايرة على برنامج البروتوس. هنيجي نفتح برنامج البروتوس. هيظهر لي معايا واجهة بالمنظر، او الواجهة بتاعتها هتظهر بالمنظر ده. في عندي مجموعة من التول بارز، التول بار اللي فوق موجود معايا بعض الكومبوننت. لو انا مثلا هختار نيو بروجكت، لو انا عايز اعمل ديزاين جديد هعمل نيو بروجكت، واجي هنا اكتب مثلا نيو مش مشكلة، واجي هنا اختار المكان اللي انا هسيب فيه البروجكت، مثلا هسيبه في على الديسكتوب، واعمل نيكست 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 وكمان نيكست، وبعد كده اختار فينيش. ودلوقتي هيبدا معايا ان هو يفتح لي شكل او الواجهه اللي انا هشتغل عليها ديزاين السيميوليشن بتاعي واجرب عليه الدوائر بتاعتي. زي ما احنا شايفين الواجهه بتاعتي انا مش هتعمق فيها بالتولز اللي فوق، مش هستخدمها دلوقتي حاليا. كل اللي انا هحتاجه ان انا استخدم الكومبوننت، وهتعرف ازاي نحط الكومبوننت ونوصلها ونجرب الدوائر بتاعتي. والواجهه دي هنتعرف عليها بالتفصيل مع الشغل بتاعنا. هاجي هنا مثلا دايره موجوده على الانترنت، في عندي دايره بسيطه بطاريه وفي مقاومه في الليد بتاعي. هاجي هنا هيجي برضو نبص على التفاصيل بتاعتي، هتلاقي المقاومه بتاعتي 350 اوم، هتلاقي الفولت بتاعك او البطاريه بتاعتك 9 فولت. هنا عندي الليد بتاعي نوعه ان هو ريد، وبيستهلك 2 فولت من الجهد او مصدر التيار بتاعي، مصدر الجهد بتاعي. هاجي هنا اختار الكومبوننت الموجوده في القائمه اللي هي على الشمال، وهنتعرف على بعض القوائم دي بس مع الحلقات اللي جايه. هاجي هنا على حرف البي، هنا يظهر لي معايا اللايبرري بتاعتي اللي انا الكومبوننت اللي انا اقدر اشتغل بيها من او على برنامج البروتوس. هنا في الجزء التاني بتاع السيرش، ما تتعبش نفسك. الحاجه اللي انت عارف اسمها دور عليها بالاسم بتاعها، مش عارف الاسم تقدر تدور في كل جزء من هنا. في عندي مثلا الانالوج اي سي، تقدر تشوف مثلا عندي الاي سيات، مثلا اي سي تايمر 3 خمسات، في بعض الاي سيات الموجوده هنا. في عندي بورد الاردوينو او الموديول بتاع الاردوينو، في البلوتوز ده المكاتب اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت ازاي تضيفها في البرنامج. عندي مثلا هنزل الريزيستور او المقاومه بتاعتي، هاجي هنا على الريزيستور. في عندي مجموعه من الكاتيجوري بتاعي او القوائم بتاعتي. في عندي بيقول لي الكاتيجوري بتاعتي او القائمه بتاعتي ان هو بيختار مقاومه 6 من 10 واط ونوعها ميتال فيلم. في عندي مقاومات 10 واط، في مقاومة 2 واط، هي مجموعة من المقاومات مش مقاومة واحدة، وبتختلف معايا في الأوم بتاعها. يعني مثلا المقاومة دي 100 كيلو أوم 2 واط، والمصنوعة من كذا. زي ما احنا شايفين ان انا اخترت السيمبول بتاعي، بيبدأ يظهر لي اللي اوت بتاعي اللي هو بتاع السيميوليشن، وكمان بيظهر لي اللي اوت بتاع البي سي بي. احنا مش هندخل في الجزء البي سي بي دلوقتي، هنخلص الشغل بتاعنا وبعد كده هندخل في البي سي بي بس بعد كام حلقة كده وهنشتغل فيه. هاجي هنا مثلا هنختار بالمقاومة اللي هي موجودة، المقاومة الصغيرة الموجودة في معظم محلات الإلكترونيات. هاجي هنا على الجينريك أو المقاومات العامة. هنا هاجي أدخل على الريزيستور، هلاقي إن المقاومة بتاعتي الطول بتاعها 4 من 10 إنش، وهتلاقي السيمبول بتاع المقاومة بالمنظر اللي قدامي دلوقتي. هنختار جينريك، وبعد كده هنضغط على أوكي. هننزل الكومبوننت زي ما احنا شايفين
نزلت مقاومة 10 كيلو، 10 كيلو اوم، عايز اكبر او عايز اصغر الصورة بتاعتي بالسكرول او البكرة بتاعت الماوس، او هاجي هنا هدخل او اضغط على زرار الزوم بتاعي او زوم اوت اللي هو يصغر لي الصورة بتاعتي. دلوقتي هاجي ادخل على البطارية، هكتب باتري، هلاقي هنا مجموعة من الديفايس بتاعتي. هنسيب السيمبل الاولاني مش باتري، هاجي هنا على الباتري الاولى والباتري التانية. هنشوف الباتري الاولى، هنلاقي ان هو بيقول لي باتري مالتي سيل، ان هو مكونة من مجموعة من الخلايا. وهنلاقي اللايبرري بتاعتي ان هي ديفايس. هنخلي بالنا من كلمة ديفايس وكلمة اكتيف، دايما وانت شغال سيموليشن اشتغل على الاكتيف علشان يشتغل معاك على السيموليشن وتعمل التيست بتاعك يكون مظبوط، اشتغل على الاكتيف. هنلاقي ان الديسكريبشن بتاعي ان هو بيقول لي ده دي سي فولتج سورس. هاجي اختار، او في عندي كمان السيل، لو انا عايز اجمع مجموعه من البطاريات اقدر اجمع مجموعه من السيلز بتاعتي توالي او توازي زي ما انا عايز. هاجي هنا اختار الدي سي فولتج او الباتري الاكتيف، وبعد كده هضغط على اوكي. هاجي هنا هنزلها في معايا في الشكل بتاعي، وهنا في المربع بتاعي الموجود هنا اقدر اتحكم في الفيو بتاعي بتاع السيميوليشن. بعد كده هاجي على، هنشوف الجزء الثالث اللي هو الليد. هاجي هنا على الكومبوننت واختار ليد، هلاقي مجموعة من الليدات موجودة معايا، في عندي الوان كتير. هنلاقي مجموعة من الألوان معايا، في الأزرق والأخضر، وفي مجموعة من الليدات هنختار اللي هو الليد ريد، وبعد كده هضغط على أوكي وهنزل الكومبوننت بتاعتي أو المكون بتاعي على السيميوليشن. وبعد كده هسحب من الحرف بتاعي، هيظهر لي علامة أو مربع باللون الأحمر، هسحب ال كليك شمال على الماوس، وبعد كده اسحبه على المكون اللي قبليه أو الكومبوننت اللي قبليها اللي هي كانت الريزيستور أو المقاومة. هاجي اسحب من الريزيستور على البطارية، وبعد كده من البطارية على الليد. هاجي بعد كده عايز اغير القيم بتاعت المقاومة واغير قيم البطارية. هنشوف القيم بتاعتي هنا، قيمة البطارية 9 فولت، وقيمة المقاومة 350 اوم. هاجي هنا دبل كليك على الرقم بتاعي او المقاومة، هلاقي ان هو بيقول لي الريزيستنس المقاومه بتاعتها او الممانعه بتاعتها قيمتها 10 كيلو، وحرف الكي ده يمثل ان هو رقم 1000، يعني هتضرب 10 في 1000 هيديك 10000 اوم. هاجي همسح حرف الكي وهنشيل رقم 10 وهنخليها كانت كام، 350 اوم. وبعد كده هضغط على اوكي. عايز اغير الاسم بتاعي من R1، اخليها الاسم اللي انت عايزه. هتغير، هتشيل حرف R1 او الكلمة اللي قدامي وتكتب الكلمة اللي انت عايزها، وبعد كده هضغط على اوكي. كده غيرت معايا قيمة المقاومة بتاعتي، بقت بالاوم مش بالكيلو اوم، ونخلي بالنا من الجزئية دي مهمة جدا. هاجي هنا على البطارية هغير قيمة المقاومة او قيمة الفولت بتاعي او الدي سي فولتج بتاعه، هخليها ان هي 9 فولت، وبعد كده هضغط على اوكي. هنيجي نعمل رن للبرنامج زي ما احنا شايفين، وده زرار الرن. زي ما احنا شايفين ان عندي الليد بدأ يشتغل معايا او اشتغل معايا بالفعل على السيركت بتاعتي. اوكي، شرح النهارده انتهى، وكان معانا كان معانا النهارده دايرة بسيطة اتعلمنا منها ازاي ننزل كومبوننت وازاي نوصل الكومبوننت ببعضيها ببعض، وتعلمنا مع بعض ازاي نغير قيمة القيمة بتاعت الفاليو بتاع المقاومة والفاليو بتاع البطارية. متنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك أجدد الفيديوهات. كان معكم محمود عزت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.